معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة لمزيد من التفاصيل ويعني نعرف أحوال هذه الأسرة الأستاذ هاني الضوي رب الأسرة المنكوبة، ربنا معاهم جميعا. أستاذ هاني بشكرك على المشاركة. يمكن احنا بنعرض بعض الصور للأسرة، يعني الحقيقة أسرة يعني سعيدة ومقبلة على الحياة، ولكن يعني نقول ايه، القدر في ان انتوا اتعرضتوا لهذا الحادث المؤسف. يا ترى احوال بناتك وزوجتك ايه دلوقتي؟ مساء الخير يا استاذ هاني. ابو سعيد نور يا فندم، الله يخليك يا استاذ. والله طبعا في اختصار شديد جدا. ايوه. انا طبعا اجازتي خلصت يوم الخميس اللي فات، انا شغال بره مصر. ايوه. اجازتي خلصت، بناتي طبعا مكملين الاجازه وطالعين على اسكندريه. سلمت عليهم ودعتهم، انا سافرت الكويت. وصلت فوجئت طبعا بالخبر بيتقال في التلفزيون. لحظات طبعا ممكن ما جمعش ان انا ممكن يكون لي علاقه بالموضوع. لغايه ما لقيت حركه غريبه عندي في البيت مع زمايلي، واحد بياخد التليفون بيقول بنات هاني. في جزء من الثانيه مخي ربط الموضوع، عرفت ان بناتي كانوا في الحادث القديم. واول خبر جالي ان بنتي طارت من القطر، ما لقوهاش ساعه الحادث. ولقوها اهل قريه احمد الشيخ على حسب ما اتذكر، ونقلوها بالملايه كده، كانت جسمها كله دم. المهم طبعا كان دي انهي بنت فيهم، البنت الكبيره؟ سلمى الكبيره، سلمى الكبيره. طبعا حماتي اللي هي جدتهم طبعا كانت المفروض ان هي كانت حالتها خطيره. طبعا جالنا اول خبر ان هي اتوفت في الحادث. توفاها الله. يعني وهل ده جده الاولاد؟ لا، توفاها الله. دي حماتك طبعا. احنا جثمان راحوا اتعرفوا على جثمان، ما طلعش هو الجثمان. بعد ما اتعرفوا عليه وبعد كده عرفنا بعدها بيومين لقوها موجوده في مستشفى ثانيه. لقوها يعني على قيد الحياه؟ في حاله صعبه شويه. على قيد الحياه، لكن احنا كنا عارفين ان خلاص ان هي يعني ان هي ايه يا فندم؟ ان هي توفاها الله في الاول. ما انا فاهم، وبعدين لقيتوها. طبعا انا نزلت، طبعا انا لسه ما كملتش 24 ساعه هناك. جالس طبعا ونزلت. معلش يا سباتز، يعني احنا عشنا ماساه، الماساه مش كانت الحادث وكانت ما بعد الحادث. ولكن انا هتكلم في المختصر المفيد. طب اتفضل. تتلخص في كلمتين. طبعا اتفضل. تتلخص في كلمتين. اتفضل. يا فندم، احنا يعني انا واحد من الناس، من غير شويه اعلامي، انا واحد من الناس معروف ان انا مثلا رايي السياسي باي دوله، باي حكومه، واقف جنب جيش، ده رايي السياسي. ولكن ده مش معناه ان انا لو شفت اهمال اسكت وما اقولش ان فيه اهمال، ولكن باختصار شديد جدا. انا النهارده، احنا النهارده يمكن 150 او 200 حاله حسب لما سمعت. تم توصيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهم. انا لما اتكلم عن 100 مليون عشان اجهز لهم صحه بعد فتره فساد 30 سنه، يمكن الموضوع هياخد وقت. لكن لما الرئيس لما يقول في 200 حاله يتحطوا فوق الراس، ماشي، يبقى ال 200 حاله انا احس انهم فعلا بيتعاملوا المعامله دي. احنا وصلنا. طب ممكن استاذ هاني، استاذ هاني فضل. حضرتك معلش دخلت في امور يعني السياسه والمش عارف ايه، انا بس الاول المشاهد بتاعي من حقه عليا انه يعرف انت حصل مع اسرتك ايه؟ قول لي البنات فين وايه وبيعانوا ومشكلتهم ايه دلوقتي؟ حالتهم ايه؟ حضرتك انا حتى حضرتك بس عشان اوصلك الفكره واربط الكلام ببعضه، المشكله مش بالي مش سياسيه. انا طالب دلوقتي في خطر شديد الاهتمام بالحاله. عندي بنت يا استاذ معتز حالتها حرجه جدا. كل المقدمه الطويله اللي انا قلتها لك دي كلها ما كانش غرض منها سياسي، على قد ما الهدف منها عندي في بنت من بناتي حالتها صعبه. صعبه جدا اللي هي ملك. ملك عندها تهتك في الرئه وكسر مضاعف في الكعب وكسر مضاعف في الكاحل، وتقريبا عملت عمليه تقريبا دلوقتي ما فيش كلت في المنطقه اللي تحت كلها. وهي في مستشفى ايه؟ المستشفى الميري في اسكندريه. طيب والبنت التانية فين؟ البنت التانية في مستشفى نريمان للعظام برضه في اسكندرية. وحالتها ايه؟ تعتبر حالتها هي تعبانة طبعا، لكن حالتها برضه مستقرة. مستقرة. وزوجتك يا استاذ هاني؟ الحمد لله رب العالمين، هي عندها كسر في الرقبة وكسر في الترقوة. الحمد لله على كل شيء، انما هي يعني يعني بتتماثل، يعني حالتها او وضعها الصحي يعني ممكن يتحسن. لا، افضل افضل من البنتين، يعني هي افضل من البنتين كتير. وحماتك في حاله حرجه جدا. لغايه دلوقتي حالتها تعتبر الى حد ما تعبانه.
طب واحنا مع بعض على الهواء درجة الخطورة واحنا مع بعض على الهواء مباشرة انا بشعر انك انت بتوجه رسالة لكل من يهمه الامر بضرورة تقديم الدعم الطبي والعلاج والرعاية باسرع ما يمكن للبنت الصغيرة، صح؟ بالظبط كده. قولي هي محتاجة ايه كده يعني في نقاط سريعة. هي محتاجة دلوقتي دكاترة جراحات عظام دقيقة. هي دلوقتي النهاردة احنا اتنقلت من مستشفى الميري اتنقلت لمستشفى نريمان للعظام. كويس. المطلوب ان احنا فضلنا فترة كبيرة مأخرين العمليات خلاص عشان ياخدوا فيها قرار. كان في كذا قرار منهم قرار بتر رجليها. ايوه. الحمد لله رب العالمين تدخل بعض الدكاترة وعمها دكتور طبعا جه مخصوص السعوديه وقال لك لا ناجل موضوع البتر لغايه ما الحمد لله وصلنا احنا نبتر بس اصابع من رجل المطلوب. بنتي الصغيره عشان خاطري بس يهتموا بيها يجوا يشوفوا الحاله بس دكاتره كبار فاهمين الحاله لان انا مرعوب عليها انا مش عايز رجليها تتقطع. بنتي صغيره عندها 5 سنين كلها حيويه كلها فرحه. انا ما كنتش بتكلم في سياسه على فكره يا استاذ معتز. ايوه يمكن عشان كنت بناشد اب بناشد رئيس او بحاول اسمعه او لا هو على فكره حقك لان رئيس مصر هو رئيس لكل المصريين انا زعلان لان انا حاسس ان شويه البنت ما خدتش الاهتمام اللي انا كنت منتظره. بس يعني انا بنتي في حاله حرجه انا مرعوب عليها انا عايز اتفضل اتفضل قول. اوعى اولا تشعر بانك انت يعني اتكلمت احنا كلنا لازم نقف جنبك ونقدر حالتك وايا كان اللي انت بتقوله. انا كل ما في الامر ان حبيت ان انا اساعدك على انك انت رسالتك المباشرة عبر البرنامج توصل للمسؤول اللي ممكن ياخد قرار وبالتالي ينعكس على مصلحة البنت. انا واثق من كده فيك ولكن دلوقتي انا دلوقتي حاسس ان مفيش اهتمام لبنتي. انا عايز اهتمام على اعلى مستوى الاهتمام لان الحاله حرجه جدا. هل النهارده سؤال هل الحادث في اهمال حكومي ولا لا؟ نتكلم بصراحه هل في اهمال حكومي ولا لا؟ في هو على فكره ده مش كلامي انا ولا كلامك انت ده هو الحكومه نفسها يعني متاكده من انه في اهمال بس في تحقيقات بتجري ولمعرفة الأسباب الحقيقية للمقصر وللمهمل إحنا علينا أن ننتظر التحقيقات بس أرواح الناس فوق كل شيء. طيب أنا دلوقتي بس كل ما عايزه الاهتمام بنتي. أنا دلوقتي مش فاضي إن أنا أشتكي وأقول حصل إيه وجرى معايا إيه وإيه نقط الإهمال اللي حصلت معايا من يوم ما دخلت المستشفى. أنا عايز جاي. اللي جاي صعب اللي جاي مش صعب الاهتمام بيها. بس يبعت لها على اعلى مستوى دكاتره في مصر يشوفوا حالتها عشان رجليها ما تتقطعش. تمام. عشان ما نوصلش لمرحله البتر. هم طمنوني دلوقتي بعد العمليه الاولى بس قالوا لي لسه قدامها 3 4 عمليات. تمام. بحس ان بنتي في الاخر حصل لها اعاقه بسبب الحادث ده. انا فاهم. في امل وفي دكاتره. انا فاهم. هل مثلا بتوجه رسالة مثلا لوزير الدفاع باعتبار انه وزارة الدفاع او القوات المسلحة عندها مؤسسات طبية على اعلى مستوى؟ انا النهاردة بوجه رسالتي رئيس الجمهورية وزير الدفاع صدقي صبحي. انا النهاردة بطلب منكم الاهتمام بحالة بنتي ملك طبيا ومهما كان المكان اللي هتتنقل فيه سواء هنا في نريمان او في ضرب او في اي مستشفى من مستشفيات القوات المسلحة ان يجي لها الدكاتره المتخصصين في الحاله قبل ما المشكله تزيد. ما يكونش سهل ان احنا ناخد قرار قطع رجل بنتي. اذا طلبت كتير عليا ده كتير عليا يا دكتور. لا هو مش كتير عليك وانت دموعك غاليه جدا عندي وانا يا رب. كل اللي اقدر اقوله لك ان احنا واقفين جنبك وان رسالتك هتوصل لاعلى مستوى وان البرنامج بيحاول ان هو يساعد في مثل هذه الحالات وانت مواطن مصري يا اخي يعني المواطن المصري من حقه ان المسؤولين المصريين يقفوا جنبه مش بتطلب حاجة زيادة عن حقك وان شاء الله يعني التماسك والصلابة مطلوبة دلوقتي علشان البنت تعبر الازمة اللي هي فيها دي دلوقتي ومين عارف ربنا كبير يا باشمهندس ربنا كبير ان شاء الله يا رب يا رب.